تعمل فيستيفال في جيبس وما تخممش في حاجة في قسم كيما قسم سينما الأرض، على خاطر الخصوصية والمشاكل والحاجات اللي تعيش فيها جيبس تفرض هذية. دونك خممنا في قسم اسمه سينما الأرض اللي نعرضوا فيه أفلام تعنى بالبيئة والمشاكل اللي نعانيوها في المحيط متاعنا، كيما الأفلام متاع اليوم مثلا، فما فيلم على النفايات وكيفاش الرسكلة متاعها واللي سوليسيون الممكنة. غدوة زيدة عنا فيلم آخر على تركز المصانع المصانع المركبات الصناعية وتأثيرها على الإنتاج الفلاحي ومشاكل البذور والحاجات هذيك. دونك كلها حاولوا ديما خموا في كونتينو عنده علاقة بالتيريتوار. لكن زيدة ما حبيناش قسم سينما الأرض يكون في القاعة، حبينا نخرجوا إطار آخر. خممنا في مخيم يجيوا فيه شباب من كامل تراب الجمهورية ويجيوا يعيشوا أجواء أخرى، يتمتعوا بالطبيعة وممتعوا يناقشوا قضايا بيئية مهمة، ويكون فما كادر هكا بلو يرتاحوا فيه أكثر وتكون هكا أمبيونس باهية. سينما الأرض مش كان في الليلة كهو، سينما الأرض في النهار عندنا أنشطة، مثلا عندنا جولة في الواحة باش نتعرفوا بها على مشاكل والحاجات الباهية والحاجات الخايبة اللي في الواحة، شنو هو المشاكل اللي تعاني فيها، شنو هما لي سوليسيون نجموا يكونوا موجودين. فما مشكلة متاع مياه، دونك فما حلقة نقاش على المياه بيان سور، معاها زيارة للمناطق العيون متاع الماء اللي كانت في جيبس قبل واللي هي ما عادش لعدة أسباب. أبار الغشوف مو كليماتيك، فما المصانع اللي قاعدة معناها هتكة النبدو متاع جيبس، وفما زادة حابين زادة اللي يجيوا خايم ويستفيدوا زادة أكثر، عملنا لهم فورماسيون في الإسعافات الأولية غدوة زادة. معناتها برشا حاجات، المهم يجيوا ويعملوا برشا منه، يتفرهدوا منه، يناقشوا منه، يستفيدوا ومنها يعملوا برشا جو. احنا حتى في الشوا متاع الافلام ماخدينا مثلا فيلم متاع غدوة من مالي، الفيلم متاع اليوم المكسيك، فما فيلم زادة من تونس اللي هو فيلم وليد دراوي. دونك ديما نحاولوا انه ناخذوا من ثقافة، خاطر السينما هي نافذة على العالم، تهزك تعمل بيك فياج، تطرح بيك قضايا وانت في بلاصة واحدة، اما تخليك تخمم وتخليك هذاك. علاش الشوا متاع الافلام والحاجات اللي نختاروهم يكون فهم فيه برشا نقاش كبير يصير ما بين اللجنة الفنية باش نختاروا فيلم هذا على هذا، وخموا في الببليك وخموا في الناس اللي تخيب كيفاش باش تستفيد، والناس اللي تجي زادة كيفاش باش تكون معناتها مش جست فرجة وكهو، يلزمو يفكر يخمم يناقش ويحاول يفهم برشا حاجات. هذاك علاش الشوام تاع الافلام نحبوا نختاروا حاجات متشبهش لبعضها.